تمييز عنصري من يعني ما بحياته صار ضد السوريين بالتحديد عم يضطروا يرجعوا. يعني هذا الشباب السوري اللي قلت عم يكبر خارج وطنه واللي فتحوا له باب الهجرة على أوروبا أو على كندا أو على مناطق أنه تعالى عنا، عم يواجه بالتمييز العنصري، عم يواجه بالقمع، عم يتبهدل. هذه البهدلة عم تعمل له ردة الفعل إلى وطنه. تمييز عنصري من يعني ما بحياته صار ضد السوريين بالتحديد عم يضطروا يرجعوا. بيرجع من هذا التمييز، بيهرب من هذا القمع اللا انساني بالدول الأوروبية لأنه ما عم بيستقبلوهم وعم يقمعوهم. وشوفي معسكرات اللاجئين السوريين بمعسكرات مش مخيمات في أوروبا، يا أنه الدول عم تحكيني فيه. انا عم زيدها بوجدانيتي، بس بدكم تعرفوا شغلي، اللي الانسان يلي بيخلق يعني بيترك الانتماء الى تراب وطنه ما حيلاقي بس يموت تراب يضمه.